بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصواريخ التي تطلق على الكيان المحتل المغتصب الغاشم، هل هذه الصواريخ لأجل الأقصى أم لأجل إيران؟ نريد أن نستبين الحقيقة لكي نفهم، لأن قضيتنا الأولى والأخيرة هي الأقصى لا غير، لا نريد شيئا غيره، دفاعا عن هنا أو هنا أو هنا أو لأجل أشخاص أو لأجل كيانات أخرى تستبدل بكيانات تالية، لا. الذي نريد أن يصب كل شيء في صالحه هو المسجد الأقصى، القدس الشريف، ثالث الحرمين، هو الذي نريد أن يكون كل التعبئة لصالحه. لا نريد أن ننصر دولة تحل محل دولة وهكذا، لكن نريد أن نقف على الحقيقة في هذا الجزء الأول الذي سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. أما بعد، حقيقة منذ يومين وأنا أرى الآراء، ووجدت كثيرا من الناس يفهمون القضية حق الفهم، ولكن المتابعين يريدون من يصيح، يريدون من يكيل الاتهامات لهذا مقصر وهذا كذا وهذا كذا. وهناك ثعالب تلعب على هذه النغمة، وهذا موسمهم الذي يحصدون فيه الأشياء هنا أو هنا أو هناك. فلا تصدقوا كل من يدعي أنه ينصر هذه القضية بأن يكيل الاتهامات لأحد من إخوانه أو من زملائه أو من رفقائه أو من بني جلدته. اعلموا أن هذا إما ضال وإما مضل وإما متلاعب بالقضية ولا يعنيه فيها أي شيء. القضية أنا عزمت أن أنا أتكلم 1% مما أريد أن أتكلم فيه، لأني لو تكلمت سآتي بأقوال بعض الدعاة الكبار والعلماء والمنظرين، وستجدون لهم زلات هي تعرقل الطريق، للأسف تعرقل الطريق، بينما هم يتوجهون لإيه؟ المشهد، ويتصدرون المشهد، ويجلسون وينظرون ويقولون. ويستمع إليهم شباب مسكين طيب، لا يقرأ، لا يبحث، لا يحقق، لا يفلتر المعلومة، بل يأخذها منهم معلبة جاهزة، كأن كلامهم معصوم. والحقيقة أن هؤلاء ليسوا بمعصومين، بل هؤلاء إن صدقت القول أغلبهم يعطلون تلك القضية ويعطلون الحل في تلك القضية. بعضهم، وأنا ترددت كثيرا منذ فترات أن آتي بكلامه لكم، وإن كنت قد أشرت إليه في مرة سابقة، يقول لو تم تحرير الأقصى على يد فلان لا نريده، مش بدنا إياه. يقول لك كده بلهجته، مش بدنا إياه. لو هيتحرر الأقصى على إيده مش بدنا إياه. إيه يا أخي، أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو ربنا أعطاك توكيل؟ أنت الذي تختار من الذي يحرر الأقصى؟ لو تم تحرير الأقصى على يد أي بني آدم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق التوجه، فليكن ما أراد الله، لا أنت ولا غيرك، ولا تعنينا أنت ولا غيرك. يبقى قضيتنا الأقصى، مش قضيتنا أنت فلان يا مولانا يلي جالس
ومتربع ولابس وتمام التمام، ويعني أقول إيه بس، سامحك الله إن كان هذا ديدنك على الدوام. أنت لك ثمرات جميلة، لكن هذه السقطة تؤرقني منك حقيقة، تؤرقني منك. يبقى إذن أنا أريد أن أقول لكم أن هذه القضية طالت، وما طالت إلا لأننا لم نتبع رسول الله ولم نفهم القرآن حق الفهم. سأقول مثلا أبني عليه الحلقة القادمة إن شاء الله. علماء النفس والمحللون النفسيون يضربون مثلا عميقا، أرجوكم أن تفهموا معي، أرجو منكم أن تفهموا معي. أنا لا أريد أن أهلل ولا أقول مثل الذي قال الآن فلان وفلان وفلان، ومن لا يتحدث في هذه القضية ويعبئ يبقى إذن ليس كلامك فارغ، كلامك فارغ. الذي يقول هذا، هذا الصياح الذي يعجب البعض لا يبنى عليه عمل. أكثر ناس شالت هذه القضية على المنابر وهنا 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 أمثالنا، وناس أو نحن أمثالهم، ضاع العمر كله في مثل هذه القضايا، لم نجري وراء الدنيا. أما هؤلاء فإنهم بين يوم بين عشية وضحاها يجرون وراء الدنيا، وليت كلامهم به فائدة. أنا هممت إن أنا والله أسمي بالاسم وآتي بالمصادر وآتي بأصواتهم صوتا وصورة، لكني قلت سأزيد الشرخ الذي نريد أن نجمعه اتساعا ولن يجدي هذا، لكني سأتكلم للناس من قلبي الحقيقة التي ألقى بها الله، الحقيقة التي ألقى بها الله وأدين الله بها. أيوة قضيتنا الأقصى تمام، وعدونا هو هذا الكيان المحتل الغاشم، ده كلام نهائي، كلام عشنا وسنموت عليه. لكن بعضنا يعطلون هذه القضية، بعضنا لا يريدون حلا للقضية، يريدون سبابا في هذا وفي هذا وفي هذا، واختيارا لهذا الرجل وإسقاطا لهذا الرجل وإنجاحا لهذا الرجل، كأنهم هم الذين يقسمون رحمة الله، هم يريدون أن يكونوا من يقسمون رحمة الله هنا وهنا وهنا بين الناس. أمثال هؤلاء إذا ظلوا ستظل القضية مفتوحة، بطن القضية سيظل مفتوح، لن تلتئم أبدا إلا أن يشاء الله، لأنه مش عايزين يحلوا. الناس دول أشباه العلماء دول مش عايزين يحلوا، اللي جالسين في أرض القضية ومش عايزين يحلوا، هم مبسوطين كده، يبدو بتقتلهم معونات بيحصل لهم إيه ما تعرفش، والمساكين والأطفال والجياع والصغار والفتيات التي ضاع شبابها والفتيان الذين ضاع شبابهم لهذه القضية بسبب هؤلاء العجائز الذين يجلسون لا يريدون حلا للقضية. الرجل اللي بيقول لك لو جاءت على يد فلان مش عايزين، ليه مش عايزين؟ ليه يا اخوي مش عايزين؟ وانت مين اصلا عشان تقول عايزين ومش عايزين؟ اذا اراد الله سيكبك انت على وجهك وسيحرر الاقصى على يد من شاء الله، مش انت اللي تختار، ومش لازم تتحرر على ايدك انت. يعني انا والله كنت هممت ان اتي بالاسماء والصور والاصوات، لكني من الصباح وانا بغلي اعملها ولا لا اعملها، فلا قلت لا انا ساتكلم هكذا وخلاص، اللي عايز يفهم هحاول افهمه ان شاء الله في قابل الايام، لكني لن اصب هذه الغضبه على يعني. لكن للاسف، للاسف هم دول اللي معطلنا، هم دول اللي معطلين القضيه اصلا. طيب تعالى معي نشوف كده علماء النفس بيقولوا ايه. احد الناس شرطي يمر في الشارع فوجد مخمورا يبحث في الأرض عن شيء قد ضاع منه، فقال الشرطي للمخمور عن ماذا تبحث؟ بتدور على إيه؟ فقال أبحث عن مفاتيحي. قال وأين سقطت مفاتيحك؟ قال هناك عند هذه البنايات في أول الشارع. قال له الشرطي ولما تبحث عنها هنا؟ قال لأن الضوء هنا أفضل.
شوف المفاتيح وقعت فين؟ هناك عند بنايات بعيدة في أول الشارع، وهذا المخمور يبحث عنها هنا. سأله الشرطي: فلما وقعت هناك لماذا تبحث هنا؟ قال: لأن الضوء هنا أفضل. خلصت كده المشهد ده، خلص. طب هم عايزين يعرفونا إيه علماء النفس؟ يقولون: الإنسان حينما تزداد عليه الضغوط يبحث عن حلول في المكان السهل وليس في المكان الصحيح. يعني شوف، هو الرجل ده مفاتيحه ضاعت هناك عند البنايات البعيدة، ومع ذلك يبحث عنها هنا لأن هنا في ضوء، يبحث عنها في مكان الضوء لأن الضوء هنا أفضل. طب هنا مش المكان الصحيح، أيوة هدور هنا لأن هنا البحث هنا أسهل، في إضاءة، لكن هناك في ظلام، البحث صعب، هتعب وأنا بدور عليها. هي دي لب القضية الفلسطينية. إزاي يا سيدي؟ عايز تقول إيه؟ أريد أن أقول أن الحل السهل هو أن يتهم فلان فلان، وأن يتهم فلان فلان، والشيخ الفلاني يتهم الشيخ الفلاني، والداعية الفلاني يتهم الداعية الفلاني، وصاحب الجماعة الفلانية والحزب الفلاني يتهم الرئيس الفلاني، والرئيس الفلاني يتهم الجماعة الفلانية، وكله بيتهم كله، والكيان هو الذي يأكل الطبق كاملا. أمة مفرقة ممزقة، أمة مفرقة ممزقة، لن نحصل على تحرير لهذا الأقصى واستعادة الأراضي المغتصبة وإعادة كرامة الأمة إلا بأمر واحد، وهو الحل الصعب اللي انتوا سايبين ورايحين تدوروا في مكان تاني. ايه هو الحل الصعب؟ هي الاتحاد، التعاون، أن تكونوا يدا واحدة، يدا واحدة. هذه اليد الواحدة إذا اتحدت صارت الأمة يدا واحدة، انتهى الأمر، حل كل شيء، كل شيء اتحل. أما ما زالت ولد أقول إيه بس، يركبه الجهل من ساسه إلى رأسه من كل مكان فيه، ومع ذلك يقول: حينما نأخذ مصر سنضعكم تحت أقدامنا. مسلم بس له انتماء من عند الجماعة المشردبين دول، وما يعرفش أي شيء، كل بغيته وكل رغبته إيه؟ أن يسيطر على مصر، الاتجاه العقدي بتاعه اللي هو المخطط المر. عشان كده أنا أقول لك في أرض غزة قسمين، قسم احنا نعرفه اللي هو حماس، وقسم تاني اللي هو حركة الجهاد الإسلامي، اللي هم اغتالوا الكيان، اغتال تيسير الدعبري اللي هو موالي، الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم الجميع، اللي هو موالي لإيران، وهم بيفرحوا أتاري حبايبنا عمالين يقولوا قالوا قادم ومش عارف ايه والمهدي هيأتي، وأتاري لهم رغبات تانية. طيب هل الضرب ده بأمر من إيران ولا عشان خاطر الأقصى؟ هل لحسابات أخرى متعلقة بأمريكا وإيران والنووي، هذه الأشياء من بعيد؟ أيوة، اقرأ وانت تعرف، تابع وانت تعرف، حلل وانت تعرف. أنا مش هتكلم فيها والله خالص، أنا هشاور لك بس من بعيد، وانت روح دور هتعرف ان المسألة ممكن ترتد عليك انت بخطورة وانت هنا. يبقى مش قضيتنا الناس دي، قضيتنا الأقصى، قضيتنا الأقصى. طب مين اللي هيأتي بالأقصى؟ الأمة كلها، الأمة كلها، مش الشوية دول ولا الشوية دول ولا الشوية دول، اللي عما قريب هينقلبوا على بعض، كل واحد عايز يكسب من التاني أرض، هذا له عقيدة وهذا له عقيدة، وده عايز يسحب الأرض وده عايز يسحب الأرض. وإذا استطاعت إيران ومن واليها وهذا الكيان أن يمكنوا هذا الجانب اللي النهاردة بيعملوا منه بطل عشان الناس تتعاطف معاه ويهمل الجانب الآخر، غدا سيضرب الجانب الآخر ويخرج من هذه الأرض نهائيا، وساعتها خلاص، لأنه هو الغرب عايز حد له كبير، والجماعة بتوع السراديب دول لهم كبير، عندنا مفيش كبير، كله عمال يشتم في بعضه وكله عمال يضرب في بعضه، ولم يجعلوا الأزهر كبيرا لهم، رغم أن الأزهر كبير الإسلامي كله، لكن من يتبعون الأزهر للأسف
الأمة أو الجناح الكبير من الأمة، القسم الأكبر من الأمة الذي المفروض أنه يدين بالطاعة للأزهر؟ لا، مش بيدين بالطاعة لأي شيء، شرازم متناحرة هنا وهناك. طيب أنا هأتوقف هنا لكي أكمل بالآية والحديث، أكمل في الحلقة القادمة بالآية والحديث عشان نشوف المشكلة إيه وأصلها إيه وحلها إيه. أسأل الله عز وجل أن يجري الحكمة على ألسنتنا، وأن يجعلنا ننطق بالحق، وأن يجعل مبتغانا وجهه سبحانه وتعالى، لا جمهور ولا ناس ولا إرضاء هذا ولا ذاك، ولا اللعب على الأوتار كمن يلعبون وشكلهم قبيح، شكلهم قبيح. ربنا يبعدنا عنهم يا رب، وينصر هذه القضية، وينصر أمة محمد كاملة، مش جزء منها على جزء، مش شوية على شوية، مش بضعة أشخاص على بضعة أشخاص، لا، الأمة كلها تتحد وتنتصر. احنا عايزين كده، لأنه لن تنتصر هذه الأمة إلا بالاتحاد. هتشوفوا في الحلقة الآتية بالآية والحديث، بالآية والحديث. سيبك من السطحيين اللي ما بيقرأوش ولا بيتابعوا ولا بيعرفوا أي شيء، هو مسلم ودانه ورقبته للشيخ بتاعه أو للداعية بتاعه أو للكبير بتاعه أو للتنظير في تنظيمه فقط، ما يقوله يسير وراءه، اللي كبيره بيقوله سواء في تنظيم في حزب هنا 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 في جماعة في غيره، اللي بيقوله الكبير بتاعه هو بيمشي عليه، هو ده دينه للأسف. رغم إن الله طلب منا إيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى أي تابع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون بحثه وكلامه عن بصيرة، مش داعية يرضي الجمهور يغزل الجمهور، مش واحد يوتيوبر يرضي الأتباع بتوعه والمتابعين. والله هيتعلق في رقبتك يوم القيامة، وهتودي نفسك في داهية أمام الله، والله ما هينفعوك. هم بيخلصوا هنا وبيروحوا لأي شيء تاني وخلص الموضوع. فقل ما ينفعك أمام الله، لا أمام هذا الجمهور ولا هؤلاء المتابعين. المتابعين مش هينفعوك ولا هينفعوا غيرك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اوعى تظن انك هتروح لربنا بالقناة بتاعتك ولا بالمتابعين بتوعك ولا بالمشجعين بتوعك. اوعى يغرك انك ترضي الجمهور، اوعى. نفاق الجمهور اكبر كارثة في هذه الايام. اسأل الله ألا نقول إلا ما يرضيه، وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستأنس بالآيات القرآنية وبالحديث النبوي الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.